هم في ارضهم والجماهير ديت بتاعتهم ديت كلها. فبالتاكيد يعني الماتش اللي جاي هنا في القاهره الماتش هيبقى يعني ليه كلام تاني مع فرقه الاهلي يعني، خصوصا ان انا زملكاوي يعني. هو الاداء كويس بس احنا المفروض كنا نبقى احسن من كده، لان الفريق مش بالمستوى اللي هو يقف قصاد الاهلي، الفريق مستواه نازل جدا وان شاء الله نعوض يعني. نفسي الاهلي يلعب ماتش احسن من كده. واحد زي وليد ازارو طبعا هو مشاكس للعب بس ما بيخلصش يعني. طب ماشي، ازارو ده اصلا ما يلعبش، عبد الله السعيد تعبان اصلا بقى له 10 ماتشات كام فتره كده برده ضعيف قوي، يلعبوا ليه؟ نتيجه حلوه مش وحشه، بس هو يعني انت تخاف من فرق شمال افريقيا هنا في ارضك هتضيع وقت وكده. هو الارض ما كانتش مساعده، هو الفريق ده مش احسن من الترجي، والترجي احسن بكتير. جمهور النجم اقوى، عامل زي مثلا جمهور بورسعيد عندنا في مصر اسماعيليه، بيبقى ضاغط قوي على الفرق اللي بتلعب قدامه. بس حسام عاشور طبعا قيمته كبيره، وكفايه اللي هو خبره يعني، ليه خبره في وسط الملعب بس الاهلي بمن حضر يعني مش مطمئنه خالص، بس يعني ان شاء الله بوجود الجمهور وبروح النادي الاهلي ان شاء الله نعوضها يعني. ما في شويه رعونه بس شويه من الدفاع، رعونه شويه بس من الدفاع واخطاء بسيطه، بس ان شاء الله النتيجه مطمنه وهنكسب هنا مستريح. اكيد طبعا، اكيد يعني اكيد طبعا حسام عاشور ليه دور مع الاهلي على الفترات اللي فاتت دي. غياب حسام عاشور ذاته بيهز الاهلي على طول. ربنا يستر بقى، بس ان شاء الله محمد هنا اقوى يعني ان شاء الله ويبقى كويس. في لعيبه كتيره في الاهلي ان شاء الله نعوض باذن الله. اقول له احنا حسينا بقيمتك وانت مش موجود. هشام محمد النهارده كان مهزوز، وعمرو السوليه اللي هو مش عالي قوي، هو حسام عاشور هو اللي بيديك تقل في نص الملعب، واحمد فتحي لو كان لعب من اول الماتش برده في نص الملعب كان هيبقى احسن من الباك. لا وليد ازار عايزين نصبر عليه شويه، هو لعيب كويس قوي وهيجي بعدين. اللعيب طالما بيروح وبيضيع ده لعيب كويس، لكن طالما ما بيروحش ده تخاف منه. وليد ازار ما ينفعش يلعب، وليد ازارو ما ينفعش يلعب نهائي، غير مؤهل للعب تماما. تمام، خط النص طبعا حسام عاشور فارق كتير جدا، ان هو مش موجود، عدم وجوده فارق في الملعب.